طقس صيفي اعتيادي في معظم مناطق المملكة، وطقس حار في الأغوار والعقبة، وليالي لطيفة إلى معتدلة خلال الأيام القادمة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة، وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نشاهد أن ثلاثة أيام القادمة تبقى الأجواء حوالي معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، حتى يوم الخميس بمشيئة الله لتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما فيما يخص العاصمة عمان خلال ثلاثة أيام القادمة، يوم الأربعاء والخميس والجمعة ارتفاعات بسيطة، حيث تكون الأربعاء نهارا 28، الخميس 29، والجمعة 31، ودرجة الحرارة ليلا تبقى ما بين 19 إلى 21 درجة مئوية، والأجواء لطيفة كما ذكرنا سابقا. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من إربد 31 نهارا 21 ليلا، في المفرق 31 إلى 18، جرش 31 إلى 20، عجلون من 29 إلى 18 درجة مئوية في ساعات الليل، في العاصمة عمان 28 إلى 19، 31 إلى 21 في الزرقاء البلقاء 28 إلى 20، مادبة 27 إلى 19، وفي البحر الميت أجواء حارة 38 نهارا إلى 27 درجة في ساعات الليل، في الكرك 29 إلى 19، في الطفيلة 28 إلى 18 درجة مئوية، في معان من 28 إلى 18، في جبال الشرى من 25 إلى 15، وفي العقبة 39 نهارا إلى 27 درجة في ساعات الليل، في رويشة 35 إلى 22 ليلا، في الصفاوي 35 إلى 21، وفي الأزرق من 34 إلى 20 درجة في ساعات الليل. وكانت هذه أبرز المعلومات التي وردت لدينا إلى مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.